معايا. ايوه استاذه غزل. والله ما انا سايباكي يا فرنسا. والله يا مدام فين يا مدام؟ مش رايحه حته يا عم محمود، وسيبني في حالي. والنبي يا عم محمود، عم محمود مفيش حد غريب يطلع العماره ولا ينزل منها. يا عم محمود تفضل واقف كده، اي حد غريب جاي يدخل ما تدخلوش. انا ايه ده؟ في ايه ده؟ بحكي لي. والله ما انا سايباكي يا فرنسا. يا مدام في اجي معاكي؟ ده مدام يا مدام. بس يا استاذه غزل، بس يا حبيبتي ما تخافيش، ما تخافيش يا استاذه غزل، ما تخافيش يا حبيبتي، انا معاكي ما تقلقيش من حاجه. بس انا عايزه اسالك سؤال كده يا استاذه غزل. اتفضلي. هو انت بجد كده بالليل لما قمتي رحتي الحمام سبتي باب الشقه مفتوح؟ طب ليه بس يا حبيبتي تعملي كده؟ ليه تفتحي باب الشقه بس؟ يا طنط ايه، انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اصلا مش فاكره حاجه غير انا بس دخلت الحمام، مش فاكره اي حاجه ثانيه. لا بس يا حبيبتي يا استاذه غزل، بعد كده ركزي يا حبيبتي، بعد كده انت ممكن تعملي مشكله كبيره قوي قوي قوي. تفتحي باب باب الشقه وتسيبيه مفتوح ده غلط، غلط كبير يا حبيبتي، تعملي مشكله كبيره. انا اصلا مش هقلي فتح. معلش يا حبيبتي فتحتي غصب عنك يا حبيبتي، معلش معلش يا حبيبتي. طب بصي يا استاذه غزل خليكي قاعده هنا، هروح بقى اسوي اوضه ماما واشوف الشغل اللي ورايا، وما تقلقيش انا معاكي. لا ده ايه، انت بخاف قوي، والنبي خديني معاكي. لا يا حبيبتي انا قاعده معاكي هنا في الشقه، هما ما تقلقيش، وبعدين الباب مقفول علينا، ما تخافيش من حاجه. ماشي ماشي يا حبيبتي. هي فين؟ والله ما انا سايباكم. فين امك يا ناس يا حراميين؟ حرامي. انا تعملوا فيا كده؟ حرامية ايه ده؟ دمه من الدم وانا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ مش فاهمه حاجه، قاعده بتذاكري ايه بس؟ انتوا لقيتوا مبهدليني وسرقيني، حرام عليكم. عزيزكم في ايه؟ امك فين يا اميه؟ بتنضف العماره يا فرنسا. في ايه؟ انا مش يا فرنسا. والله ما انا سايبك. ما عملناش حاجه. والله ما انا سايبك يا فرنسا. في حاجه ولا ايه؟ بتنتقمي مني؟ في حاجه؟ البراءه دي ولا كانك انت اللي سرقت يا فرنسا؟ سرقت؟ بتنتقمي مني وبتسرقي شقه جوزي كله، تسرقي ورقه المهم وفلوسي وذهبي. انا كل ده عشان مشيتك من العماره يا شيخ التقلي. بقول لك ايه يا فرنسا، ما كانش في غير بنتك اللي بيطلع عندي الشقه يقعد يفتش فيها. لا والله. وكانت تنزل اول ما انا اجي على طول. يا ده انت والله العظيم انا ما سرقت حاجه، والله العظيم. انا مش بحب اخد حاجه مش بتاعتي. عادي ساكته يا بنت انت، عادي ساكته. ايه اللي انت بتقولي عليها يا مدام؟ انا من ساعه ما دخلت العماره هنا ما طلعتش منها. ايوه اعملي نفسك بقى بريئه وجميله، ما اكيد مش انت اللي هتيجي تسرقي، اكيد بعتي حد. ما حدش كان فاهمك في العماره دي قد ايه. ايه كان كل ما تشوفك تقولي انا قلبي مقبوض مش مرتاحه لفرنسا والبطاقه. ايه حرام عليكي يا شيخه بتنتقمي مني؟ طب والله انا كنت هروح اعمل لك محضر في الاسم. لا لا ودي احنا بس. لولا لولا محمد جوزي قال لي استني انزل لك دلوقتي وانا اللي هتصرف، كنت بهدلتك يا فرنسا. يا مدام انا بقول لك انا ما سرقتش حاجه، عاوزه تفتشي اوضتي تدخلي فتشي اوضتي. يا سلام، وانت لما هتسرقي السريعه هتخبيها في اوضتك يا فرنسا؟ والله محمد جوزي ينزل بس، والله ما هيسيبكوا، هيعملكوا كفته وهيحبسكوا. هتشوفي يا فرنسا هتشوفي. بس يا مدام انا ما سرقتش حاجه. يا مدام ما سرقتش حاجه. والله ماما انا ما عملتش حاجه يا ماما. هي ليه بتقول علينا كده يا ماما؟ وليه طنط ندى بتعاملنا المعامله الوحشه دي يا ماما؟ وليه كمان طنط ايه بتقول علينا الكلام الوحش ده يا ماما؟ ليه يا ماما؟ عارفه يا امنيه، ايه دي اللي مولعه الدنيا بيني وبين مدام ندى؟ ايوه دي ست وحشه، وهي اللي بتقول علينا كلام ما حصلش. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه يا ماما، انا خايفه قوي. يلا بينا نمشي يا ماما من هنا يا ماما. ايوه دي بتقول لك يا ماما ان هي كانت هتعمل لك محضر في الاسم، وبتقول لي كمان ان جوزها دلوقتي جاي يا ماما وهيعمل لك كفته يا ماما. انا خايفه قوي يا ماما. طب افرضي دلوقتي هي دخلتك السجن، انا ماليش غيرك يا ماما. طب انا هقعد مع مين؟ مين هيربيني؟ وكمان انا ما اعرفش اي حاجه عن بابا، ما اعرفش هو فين ولا اسمه ايه ولا شكله ايه حتى يا ماما. لا يا امنيه يا حبيبتي احنا مش هنمشي من هنا، احنا ما سرقناش حاجه يا امنيه. احنا لو مشينا من هنا يبقى احنا سرقنا، واحنا ما سرقناش حاجه يا حبيبتي. طب احنا هنفضل هنا. ماما انا خايفه تعمل فيكي حاجه يا ماما. طب بصي يا ماما، انت يا ماما هي لو دخلتك السجن خديني معاكي يا ماما، انا مش عايزه اسيبك. لا انا مش عايزه اسيبك. اهدي يا حبيبتي احنا مش خايفه قوي يا ماما، انا خايفه. هي مش هتقدر تعمل معايا حاجه عشان انا ما سرقتش حاجه يا امنيه. اهدي يا حبيبتي. ورميت لي كمان يا ماما اكتبي في الارض يا ماما. ليه بتعمل معايا كده؟ خدي يا امنيه يا حبيبتي، معلش حقك عليا يا امنيه. ما تزعليش مني يا حبيبتي. انا زعلانه قوي منها يا ماما. ما تزعليش يا حبيبتي، اقعدي ذاكري. ما تزعليش يا امنيه، اقعدي يا حبيبتي، مالكيش دعوه باي حد يا امنيه، اقعدي يا حبيبتي ذاكري. تعيطيش بقى يا امنيه. حاضر يا ماما. ذاكري يا حبيبتي، ذاكري. يلا يلا يا امنيه ذاكري.
ايوه استاذه غزل. بتعملي ايه يا طنط؟ ده انا يا حبيبتي كنت بجيب لك التليفون يعني تقعدي تلعبي فيه كده وتسمعي اغنيه دودو اللي انت بتحبيها بدل ما انت قاعده كده خايفه ومش لاقي حاجه تعمليها. ماشي يا طنط. ماشي يا حبيبتي. يا مدام محدش دخل ولا طلع. بس في ايه يا مدام؟ طمنيني يا مدام في ايه؟ يرضيك كده يا عم محمود، فرنسا البوابه تسرقني بتنتقم مني عشان مشيتها من العماره. شقك ازاي يعني يا مدام؟ مش فاهم حاجه. سرقت شقتي كلها عفوا يا عم محمود. نهار ابيض، ما تسكتيش يا مدام، انت لازم تروح تعملي محضر دلوقتي. كنت هعمل كده، جوزي قال لي استني انزل من السفر وقال لي وانا هتصرف وابهدل الدنيا، هيعملهم طفطه. دي بالسلامة. ماشي يا مدام. ماشي يا مدام. بعد اذنك يا عم محمود. اتفضلي يا مدام، انا واقف تحت هنا مدام، اي حاجه كلميني. بعتلك الرقم الجديد على الواتساب. بقولك هي مش حاممها اي حاجه من اللي اتاخدت دي غير الورق. بتقول الورق في حاجه مهمه قوي. اشتغل على الورق. يلا سلام. ايوه مين بيخبط؟ ايوه يا مدام اتفضلي يا مدام. مالك بس يا مدام؟ قلت لك بلاش تنزلي يا مدام. ده انا رحت بهدلتها وهزقتها يا وبنتها والبكحه بعد ما سرقت شقه جوزي كله اللي اتغرب علشانه وتعب عشانه وجاب الفلوس دي كلها بعد ما سرقتها تقول لي خشي فتشي اوضتي. دي بكحه. بصي يا مدام، بدل هي بتتكلم كده بقلب جامد وبتقول لي خشي فتشي اوضتي يبقى اكيد معاها حد تاني يا مدام عطيته الحاجه. عشان ايوه لازم قدامك لما تقول لك فتشي الاوضه افرضي انت دخلتي فتشتي بجد ما تلاقيش حاجه يا مدام وتطلع هي سليمه. ما انا قلت لها اكيد مش هتخبي الحاجه في اوضتك يا فرنسا. طب بصي يا مدام، انا مش عايزه اظلم حد والله يا مدام. انا بصي عمري ما ظلمت حد وطول عمري ماليش دعوه بحد يا مدام. يمكن مظلومه بس مفيش غيرها يا مدام اللي تعمل كده يا مدام. وبعدين يا مدام مين يعني معاها اسرار بيتك يا مدام؟ انت بتحكي لمين اسرار بيتك يا مدام؟ ما تجيش لحد خالص يا ايه. بصي يا مدام، انا موجوعه من جوايا يا كده بتر عليا قوي. معلش يا مدام معلش، بس انت عارفه يا مدام انا لو مكانك ما سيبهاش. ازاي يعني تعمل فيا كل ده؟ دي معيشك يا مدام في قلق وخوف. ليه كده بس يا فرنسا؟ ليه تعملي كده في المدام بس اللي خيرها بغرقنا؟ ليه كده يا فرنسا؟ انا ما كنتش هحسبها بس محمد جوزي قال لي استني انزل لك. الله اعلم يمكن مظلوم. يا رب يجي يبهدلهم والله ما هسيبهم. الله اعلم مش عايزه اظلم حد والله يا رب مش عايزه اظلم حد. ماما انت جيتي؟ ايوه جيتي يا حبيبتي. انت كنت فين يا ماما؟ كنت خايفه قوي يا ماما. لا يا حبيبه قلبي ما تخافيش. ماما انا معاكي يا حبيبتي. يا ماما والنبي ما تسيبنيش تاني يا ماما انا خايفه قوي. حاضر. مين بيتصل بينا؟ رقم غريب. الو؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اللي كنت بتكلمني قبل كده صح؟ انت اللي اخدت مني فلوس قبل كده؟ الورق بتاع جوزك معايا. عايز 200,000 جنيه. انت جبت رقم ازاي؟ انت جبت رقم ازاي بس؟ انا رقمك دوت معايا بقاله سنتين. ايه؟ سنتين؟ انا اعرف عنك كل حاجة. طب انت تعرفي اللي امك كانت متجوزة واحد قبل ابوكي؟ امي انا؟ ايه انت عرفت الكلام ده ازاي؟ بس انا امي ما اتجوزتش قبل ابويا. مش انا قلتلك اعرف عنك كل حاجه؟ طب انت عايز ايه مني؟ والنبي اعتبرني زي اختك. حرام عليك، انا جوزي متغرب وانا عايشه لوحدي والنبي سيبني في حالي. قلتلك انا خلقي ضيق. انا عايز 200,000 جنيه. انا معيش فلوس. انا معيش فلوس. انت اخدت فلوسي ودهبي ورق جوزي. المهم معيش فلوس تاني. جوزي جاي بكره من السفر، لما يجي عديكي الفلوس اللي انت عايزها بكره. ماشي حاضر. نسيت اقولك. نعم. شكلك حلو قوي وانت نايمه. يا نهار اسود يا نهار اسود. على فكره نعم صورت معاك كام صورة. حرام عليك يا استاذ، بالله عليك عيب كده اعتبرني زي اختك؟ انا واحدة متجوزة، عيب اللي انت بتعمله معايا ده؟ حرام عليك، ارحمني. بكرة الفلوس ما جاتش هتخليني اعمل حاجات ما كنتش عايز اعملها. لا لا ان شاء الله بكرة هديك الفلوس. حاضر. جوزي يجي بس من السفر. يا نهار اسود. يا مدام هتصرف ازاي دلوقتي؟ يا مدام يا مدام انا عايزه اعرف حاجه يا مدام، هو جاب رقمك منين ده يا مدام؟ انا مش عارفه ايه بيقول لي رقمك معايا من سنتين.
طب يا مدام انا اسفه معلش يعني انا اسالك سؤال. يا رب انا ماليش دعوه بحد يا رب. هي فرنسا دي يا مدام يعني موجوده هنا في العماره من زمان؟ انا من ساعه ما اتجوزت في العماره هنا وانا جيت لقيتها ولقيت معاها امنيه كانت عيله صغيره خالص. بس يا فرنسا كده ليه فرنسا تعملي كده في المدام اللي خيرها مغرقنا؟ بس يا رب انا مش عايزه اظلم حد. ايوه كلميه يا مدام ضروري. بكلم محمد. ايوه لازم تقولي له يا مدام وتعرفيه كل حاجه. اهدي يا ماما انت خلصي بس يا مدام بس